اليوم كانت فرصة للنقابات أن تعبر بصوت مرتفع وأمام الجميع بأن النقابات رافضة كل الرفض للتوجه الجديد لمشاريع القوانين وللقوانين التي تحضر لأجل التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي ولأجل المساس بحرية ممارسة العمل النقابي ولأجل المساس بحرية التنظيم وحماية الممثل النقابي. إذن اليوم نحن كنقابات بطبيعة الحال في العيد العالمي للعمال عبرنا بوضوح عن أن العامل الجزائري اليوم يعيش ظروف جد صعبة من الناحية المعيشية، من الناحية المهنية، ومن الناحية الاجتماعية. واقع معيشي صعب، ارتفاع غير متحكم فيه للأسعار، غياب سياسة أجور مضبوطة بمعايير علمية مدروسة تتوافق مع تغييرات السوق أو التهاب الأسعار، عدم استقرار في سياسات التوظيف واتساع دائرة التعاقد التي تأخذ منحة نحن نراه جد خطيرا خصوصا في قطاع التربية الوطنية، تضارب في القواعد القانونية، تعديلات في الغالب تصب في غير صالح العمال، محاصرة الوعي النقابي بمحاصرة حرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي، خروقات، تعديات، تجاوزات، تعسفات في استعمار السلطة. كل هذه الأشياء بطبيعة الحال هي دافعة للاستقرار ودافعة للسلم، ولذلك نحن نقول بأن المساس بحق التنظيم، ونحن نعلم جيدا بأن الحريات النقابية المتمثلة في حق التنظيم والمتمثلة في حرية ممارسة العمل النقابي وحرية التعبير هي أدوات ومبادئ أساسية في تقدم في بسط التقدم وفي بسط الاستقرار وفي بسط السلم. ولما يكون الاستقرار معناه يكون السلم المجتمعي ويكون الاستقرار المجتمعي والعكس. اليوم عندما نمس بالعامل، عندما نضيق على العامل اجتماعيا ومهنيا، عندما لا نسمح للعامل أنه ينظم نفسه في إطار نقابي وبصورة تتوافق والضمانات التي يجسدها الدستور الجزائري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معناها أننا نحن ندعو للفوضى وندعو للاستقرار وندعو للتماسك في المجتمع الجزائري. المساس بالعامل معناها المساس بالعائلات الجزائرية، المساس بالعمال معناها المساس بكل المجتمع الجزائري الذي هو ظروفه المعيشية مرتبطة بسوق العمل ومرتبطة بالطبقة الشغيلة. طيب إذن نحن اليوم كنقابات بطبيعة الحال استغلينا الفرصة لنعبر للجميع وأمام الملأ بأن ما سوق له بأن النقابات تم استشارتها، لم نستشار نحن في إعداد مشاريع القوانين، لم يسمع لنا في عديد المحطات فيما يخص مطالبنا فيما يخص النقائص الموجودة. نحن قلنا بأنه بالدرجة الأولى المشكلة الأساسية المطروحة في الجزائر هي عدم تطبيق القوانين من طرف مسؤولية القطاعات المختلفة. قلنا بأن المشكلة الأساسية الموجودة اليوم في الجزائر هي غياب ثقافة الحوار والتفاوض لدى مسؤولي القطاعات المختلفة. هناك عجز كبير من طرف المسؤولين في تجسيد ثقافة الحوار وثقافة التفاوض. قلنا بأن المشكلة الآن المطروح هو تلك التعسفات والخروقات في القوانين التي تلجأ إليها دائما السلطة الإدارية ومسؤولية القطاعات المختلفة دون حسيب ودون رقيب ودون إيقاع وضع حد لهؤلاء. قلنا بأن مشاريع القوانين اليوم جاءت لتقلل هذه التعسفات وهذه الخروقات وتعطي أدوات لهؤلاء المسؤولين اللي فشلوا في تجسيد الحوار وفشلوا في التسيير وما قدروش يضبطوا أمورهم لبسط الاستقرار على مستوى المؤسسات. اليوم نعطيهم الأدوات باش يستمروا في التعسف لكن بغطاء قانوني، باش يستمروا في الخروقات لكن بغطاء قانوني، باش يستمر في الدوس على الدستور لكن بغطاء قانوني، باش يستمر في الدوس على الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة الجزائرية لكن بغطاء قانوني. إذا نحن مرة أخرى نقول بأن القانونين اللذان
يعني كان هناك إصرار على إصدارهما قريبا بتحالف من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. مضامينها هي مضامين نحن قدرناها بأنها خطيرة، تمس بحرية ممارسة العمل النقابي وتتمس بالاستقرار على مستوى مؤسسات الوظيفة العمومية وتمس في جوهر المؤسسات العمومية، وهذا يخدم بالدرجة الأولى الليبرالية المتوحشة، يخدم المستثمرين يعني ليس يعني الاستثمار هو مفهوم إيجابي، وإنما يعني الليبرالية المتوحشة التي تستعبد العامل ولا تعطي حق للعامل. ولذلك نحن هذا الأمر حذرنا منه اليوم، وكانت لدينا فرصة